السلام عليكم، مساء الخير جميعا. هذا جهاز شركة ألمانية اسمها نايكو، مخصص لتحضير النيتروجين. الشركة طبعا ما شاء الله بتصنع لشركات مرة كثير، فساروا بيصنعوا المنتج تبعهم. الفكرة دائما تكون بطريقة غير الموجود في السوق، فكل الأجهزة صارت بتولد النيتروجين عن طريق الأكسجين، فبتولد باستمرار، ما يحتاج أسطوانة خارجية وما يحتاج بعض الإعدادات المسبقة. مجرد ما نشبك لي سحب المشروبات يدخل دايركت للجهاز ويعطي النيتروجين، وفي نفس الوقت يكون بارد. الجهاز هذا في بعض التفاصيل أذكر لكم هي في السناب القادمة. الجهاز يجي بلونين، الأبيض والأسود، وفي نفس الوقت في عدة خيارات. يجي كاونتر توب على البار، وفي أندر كاونتر أسفل البار، ويكون في خلاص الممبرين، وفي عدة تابس خلاص يصب الواحد منها حسب المشروب اللي يبغاه. يجي ون تاب اللي هو السنجل، ويجي تو تاب اللي هو الدبل، يكون لأكثر من مشروب. خيارات كثيرة الشركة توفرها، في نفس الوقت كلها من غير أسطوانات غاز نيتروجين، فخلاص هي بتولد الغاز زي ما ذكرت في البداية. صينية التصريف بسيطة أسفل التاب نفسه. الحلو في التاب نفسه مجرد ما الواحد يصب المشروب ما في أي تقطير بعد الصب. الصمام هنا أو الذراع نفسه يقدر الواحد يغيرها، يبدلها خشب، يبدلها لأي نوع ثاني، يخليها مطابقة للأدوات اللي عنده، بورتفلتر وغيره، فيقدر يحفر عليها، فحاجة حلوة فيها. طبعا برضو في اللي تجي أعرض ويحفر عليها لو كانت خشب. الجهاز نفسه من الجنب فيه طبعا تحكم درجة حرارة، وبتعطي مشروب بارد، ما يحتاج الواحد حتى كمان يضيف عليه ثلج. أوريكم الآن لما أبدأ أحضر. أنا مجهز آيس تي من أمس منقعه وجاهز خلاص. برضو مجهز شيء ثاني بعد الآيس تي أتكلم عنه. أوريكم الآن حرارة المشروب نفسه، وفي نفس الوقت في صمام في الجنب الأيمن يقدر واحد يتحكم في نسبة الغاز نفسه. ها صوت المروحة اللي بتسحب الأكسجين، وبعد كده عن طريق المكثف في الداخل يتحول لغاز النيتروجين، فصوته هادئ جدا. هذاك الصمام اللي كنت أتكلم عنه أتحكم في نسبة الغاز. أوريكم الآن لاحظوا كيف أنا صار بارد. في نفس الوقت ما في أي تقطير زي ما ذكرت، وهذه درجة الحرارة. هذا بس للمعلومية شاي اسمه رويبس، بطبيعته فروتي، ما يحتاج حتى محليات. لاحظوا كيف خفيف. وأوريكم الآن لما أعدل درجة الغاز نفسها ككمية كيف بيكون نسبة الغاز. ما أضفت أي ثلج، بارد جدا. أقدر أتحكم درجة البرودة من نفس الجهاز في PID في الداخل، خاص أتحكم درجة الحرارة، هي شاشة صغيرة أرفعها وأوطيها، هي معاير مسبقا من 2 إلى 4 درجات مئوية.
فيكون بارد جدا. عدلت الصمام الآن، زودت نسبة الغاز، لاحظوا الآن كيف. فوم عالي جدا زي ما ذكرت، أقدر أتحكم في نسبة الفوم هنا الآن عالي، وما وصلته لآخر شيء. أقدر أعدل الآن الصمام، وبعد ما أعدله أوريكم الكمية نفسها. برضو يقدر الواحد يقلل كمية الغاز ويوصل للمشروب يكون طبيعي، بيخرج عادي زي ما هو من غير أي غاز. لكن خلاص الهدف من الجهاز هذا يتحكم في نسبة الغاز. طيب الآن عدلت الصمام، راح أحضر مرة ثالثة أوريكم من غير الغاز. خلاص يكون مشروب عادي جدا. هذا أول واحد، وبرضو نسبة الغاز ما كانت عالية جدا ولا قليلة، فخفيف. هذا كان عالي وهنا بدون. الشيء الحلو في الجهاز هذا غير انه مشروبات الشاهي، مشروبات القهوة، يقدر الواحد يسوي الماتشا، مشروبات حليب، سواء الماتشا سواء المشروبات الحليب اللي عليها إضافة، سواء كانت إضافات محلية أو كانت مع القهوة أو حتى كمان هوت شوكليت، الموكا، كلها تنفع. والكلام هذا من نفس تجارب الشركة، وهم أساساً بيسووا الشيء هذا. عندنا الجهاز بيسحب مباشر المشروب وبيعدل المكثف على طول، بيخرج من التاب، فما في أبداً حاوية في الداخل وتسبب تراكم المشروب. هي فقط البايب نفسه ومروره في المكثف اللي هو يبرد المشروب سريع، وبعدها على طول بيعدي على التاب. فطريقة تبديله برضو سهلة جدا، مجرد ما أشيل اللي هذا أو البايب أحطه في موية نظيفة، بيسحب الموية وتعدي يخرج المشروب السابق، أنقله على المشروب الجديد. سويت أنا هنا برضو ماتشا جاهز، كمية بسيطة، لكن قبلها بوريكم زيارتي لي بوث الشركة نفسها. كان في السنة الماضية في ميلان، وكانوا مسوين تجارب، وفي نفس الوقت نسب الفوم قابلة كانت للتعديل في وقتها، ومسوين عدة تجارب. يجي مع الجهاز نفسه طبعا منظف، يجي مع تقريبا جالون صغير 5 لتر، وبعد كده يقدر الواحد ينقل على أي أداء أكبر أو جالون أكبر. أنا حاطه الآن على ترمس سعته 5 لتر. جيت هنا نايكو كوفي، شركة ألمانية، عندهم نايترو كولد برو، هذا أول منتج. هنا عندهم الماتشا بيحضروها، هنا الثاني هذا كولد برو، نايترو كولد برو سوري. لاحظوا هذا من ساعات طويلة، ولاحظوا الفوم كيف باقي. هنا فكرة النايترو، النانو فوم، وفي نفس الوقت الطعم والقوام مرة مختلف. جربت كذا نوع الآن من عندهم، لاحظوا كيف في نفس الوقت هو بارد. وهنا الميكس فالف يتحكم في الفوم نفسه، أو حتى كمان اللي يبغى المشروب لحاله من غير فوم. طبعا مو بس قهوة، مو بس قهوة، حتى هنا الماتشا، مشروبات الحليب، لاحظوا كيف الفوم. هذه جربتها كانت مرة خرافية صراحة. في حتى كمان مشروبات ثانية، الشاي، العصيرات، أيا كان يقدر يحضر فيها بالنايترو. في كاونتر توب، أندر كاونتر، وان تاب، تو تاب، ثري تاب، كلها موجودة عندهم. وفي نفس الوقت هي تنتج النايترو من الهواء،
لحظة كيف الفوم؟ وهنا فوم أكثر لما عدل بالميكس فالف اللي هناك. في نفس الوقت في عندهم التاب هذا يتغير، وفي درجة حرارة في الداخل معايرة على 2 درجة حرارة مئوية، يقدر الواحد برضو يعدلها لو حاب. تجي لونين أبيض وأسود. لاحظوا فرق الفوم الآن بعد ما هدأت القهوة، فحتى كمية الفوم يقدر الواحد يتحكم فيها. حضر لي هناك لترين بالكامل ومن غير توقف مستمر الصف فيها. في نفس الوقت التاب بيوقف تلقائي بعد ما يقفل التاب نفسه، ما في أي دروبس بتنزل. هنا كمية الفوم لاحظوا مرة قليلة، فهذه فكرة الشركة بشكل عام. وهم ما شاء الله منتجين المنتج هذا بالكامل في ألمانيا. زي ما شفتوا في سنابات السنة الماضية اللي صورتها ونزلتها قبل شوية، التفاصيل اللي في الجهاز وأيضا الجودة اللي فيه، الثبات، كمية التحضير خلال التاب الواحد بيعطي أكثر من لترين وكمية كبيرة جدا من غير توقف وما يفصل. أيضا من ضمن المواصفات اللي في الجهاز معزول تماما من أي عوامل تأثر على المكونات الداخلية في الجهاز. جهزتنا الآن الماتشا وصار جاهز. ما شاء الله لاحظوا البرودة كيف. جبت كاسة قزازة العنق حقها أصغر على أساس يبان الفوم نفسه. وأكيد كل ما عدل في نسبة الفوم خلاص تزيد أو تنقص حسب ما عدلها. بس لاحظوا مايكروفوم، واللي يميز دائما غاز النيتروجين غير انه فقاعات صغيرة بيعطي طعم فيه شوية سويت واضح حسب نوع المشروب، وبرضه يكون الماوث فيل اللي هو الإحساس في الفم مختلف عن مشروبات الغازية زي الصودا الموية الغازية مثلا، كيف تكون الفقاعات فيها كبيرة. فكل غاز له مواصفاته واستخداماته. عندنا غاز النيتروجين، عندنا غاز CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون المشهور في المشروبات الغازية، وعندنا غاز ثاني أكسيد النيتروجين عبارة عن أكسجين ونيتروجين، وأيضا في ثاني أكسيد الكربون هذاك مخصص فقط لصنع الكريمة والرغوة، وتكون كثيف جدا ورغوة عالية. للأسف البعض ما يعرف يفرق بينها ويستخدمها في استخدامات مختلفة، بيعطي نتائج خاطئة، النتائج ما هي إيجابية، طعم مختلف، بيعدم المكان في التحضير، فبالذات في الكبسولات اللي هي الجاهزة. ممكن ذكرت أحد أسماء الغازات غلط، أوضحها أيضا بالفعالية حقتها. غاز ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد اللي هو أكسجين والنيتروجين غاز النيتروجين، هذا مخصص لصنع الكريمة فيخليها منفوشة وتستخدم لتزيين الكيك والحلى، لذلك هو بيعطي فقاعات كبيرة جدا أكبر حتى من مشروبات الغازية اللي هي يتم إعدادها عن طريق غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2. هذا النيتروجين فقط. فكل غاز زي ما ذكرت له مواصفاته. ثاني أكسيد الكربون اللي هو المشروبات الغازية بنشوف إحنا الغاز ما هي فقاعات كبيرة جدا ولا هي صغيرة جدا، هذا النيتروجين فقاعات صغيرة جدا ويسموها مايكروفوم، فقاعات صغيرة جدا. الماتش على طول ذكرني
قبل سنة لما جربتها جميلة جدا. تنظيف بشكل يومي، تنظيف الدوري كل بعد مدة بمحلول نفس اللي بيستخدم في آلات الإسبريسو. باقي شيء أخير، تنظيف الدوري. وغير التنظيف الدوري فيه تمسو أدوات التحضير أيا كانت المحاليل، لكن دائما كل شركة بتوصي باستخدام محلول معين بحسب المكونات الداخلية والأجزاء الداخلية عشان لا تتضرر. تنظيف اليومي يمرر ماء وخلاص تخلص من باقي الرواسب عشان لا تتأثر وأيضا تتراكم بكتيريا. لاحظوا أنا الآن حطيت موية راح أمشي فخرج المشروب السابق لين تبدأ تخرج الموية وخلاص كذا يكون نظيف من الداخل وأضمن أنه ما يكون في أي رواسب تأثر على الأجزاء الداخلية والبايب المواصير الليات أيا كانت. خلاص بدأت الآن تخرج موية طبعا. ذكرت أنا نقطة في توضيح الغازات، ذكرت في النايترو يستخدم القهوة الشاهي العصيرات الخفيفة. إيش هي العصيرات الخفيفة؟ أقول لكم هي في سناب البعدة. كذا خلاص نضيف. طيب إيش هي العصيرات الخفيفة؟ زي التفاح، زي البرتقال، ليمون، رمان، أيا كان نوع العصير، التوت أو التوتيات بشكل عام. لكن اتجنب الواحد العصائر اللي فيها الحبيبات، اتجنب العصائر اللي فيها قوام ثقيل زي المانجا، أي حاجة فيها برضو شوائب هذه اتجنبها عشان لا تتسد وتتراكم في الداخل وتسد مرور المشروب نفسه فيأثر على الجهاز نفسه.